بكم، أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام. طبعا نحن من داخل منطقة الجفرة، تحديدا مدينة هون، لنستعرض معكم بعض الملفات العالقة داخل منطقة الجفرة، وبداية طبعا بالوقفة الاحتجاجية التي أقيمت يوم الأمس بخصوص طبعا احتجاج أهالي مدينة هون ومدينة ودان عن انقطاع المياه عن المدينة. طبعا هنا طبعا كانت الوقفة الاحتجاجية بتنظيم وبرعاية فريق العمل التطوعي بمدينة هون، حيث كانت الوقفة أو كانوا المحتجين محتجين عن لماذا المياه قطعت عن المدينة، هل هو أمر تقني أم هم أمر ميكانيكي أم ماذا بالضبط. أو في نهاية طبعا هذه الوقفة أو هذه الاحتجاج تلي بيان من أهالي المدينة بالخصوص، وأيضا بخصوص هذه الوقفة الاحتجاجية. الملف الثاني طبعا الذي سنستعرضه معكم هو ملف قطاع التيار الكهربائي عن منطقة الجفرة بصفة عامة. وهنا نلاحظ في هذه الأيام نسبيا نوعا ما يوجد كهرباء للمنطقة، ولكن ليس بالشيء الكافي جدا. هنا نلاحظ المواطن متدمر نفسيا أو محبط نفسيا داخل المنطقة من انقطاع المياه وانقطاع التيار الكهربائي. الوضع العام داخل منطقة الجفرة بصفة عامة الموضوع جيد جدا، ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع. وأيضا بخصوص الملف الثالث اللي هو طبعا توفر السيولة، نلاحظ انقطاع التيار الكهربائي وأيضا انقطاع مياه الشرب لها علاقة بأيضا عدم توفر السيولة. ونلاحظ في بعض المصارف هنا توجد سيولة، ولكن الخلل يبدو لي أنه داخل إدارة المصرف. هل المصرف لا يريد إعطاء سيولة؟ هل المصرف لا نعلم ماذا يدور داخل المصرف بصفة عامة؟ ولكن هنا نلاحظ أن المواطن محتاج للسيولة نظرا لانقطاع التيار الكهربائي وأيضا انقطاع المياه وأيضا انعدام السيولة. نتمنى إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة أن يكون هناك حل، وحل جذري جدا لمثل هذه الإشكاليات التي فعلا ترد على المواطن داخل المنطقة بالإحباط النفسي.